100 ميجا 1 جيجا بيتس بير سكند، وهي ال1 جيجا بيت ممكن انت تنقل فيها انفورميشن عاديه. اذا نقلت انفورميشن عاديه انسكيور بلين تكست ات كان بي اتاكت. بس اذا بدك تعمل كايند اوف انتجريتي وتضيف باريتي او تضيف اني اذر تايب اوف كود على الداتا الاصليه، لنفرض انه كل 500 بت مثلا بدهم 500، فانت بتكون كانه الشخص اللي مسموح له يستخدم الباندويث الحقيقيه قلت الريت بالنسبه له لنص، ببطئ السيستم. بمعنى انه ما تتوقع انه الكاونتر ميجرز تقدر تبنيهم لانفينيتي. في عندك سيرتن لازم تكون تعمل اوبتمايزيشن لعمليه الامبلمنتيشن للكاونتر ميجرز، ما تعمل ريدندنسي انه اذا في مثلا 1 اتاك تقدر تمنع عن طريق الراوتر، ما تروحش برضه تمنع عن طريق الفاير وول، بعدين تروح تمنع عن طريق تعالجه وتعمل كاونتر ميجر عن طريق السيرفر وما الى ذلك، لانه ممكن هاي ريدندنسي تاثر على البرفورمانس للسيستم ككل. فاحنا لازم دائما تفكر باتجاهين، باتجاه انك انت بدك تعمل سكيور سيستم بس بنفس الوقت ما بدك تطلع على الليجيبل بيبل. طبعا بس ملاحظه الانواع اللي كاونتر ميجرز، يا اما بتعمل بريفنشن تمنحها قبل حدوثها، او بتعمل ديتكشن في حال واحد عم بتجسس او واحد نزل فيروس او ميلوير على الجهاز عندك، او بتعمل ريكفري افتر بينج اتاكت. وطبعا انت حتى تعمل ريكفري افتر بينج اتاكت لازم تكون انت ماخذ اصلا كاونتر ميجرز ومعامل باك اب او من ديزاستر ريكفري سايت او ما الى ذلك. والمشكله انك تعمل ديزاستر ريكفري سايت في بعض المشاكل يعني بسيطه وسهله بس ما بنعرف ليش بنعملها. يعني مثلا واحد يعمل ديزاستر ريكفري سايت موجودين اثنين بنفس الغرفه، اتس جود انه اذا ضرب هاد بضرب الثاني بالتعالج الثاني، بس ستيل انت عندك ديزاستر ريكفري حطه مكان بعيد اتليست ريموت سايت بالضبط. فيعني في بعض الاشياء هاي ما بدهاش فلوس، بدها استئجار مكان بعيد، بدها ممكن مثلا يكون فرق البنك، انك تحط واحدة بفرع بنك رئيسي مثلا بنابلس والثاني بالمركز الاقليمي موجود برام الله، بس انك توجد الاثنين مثلا موجودين برام الله او توجد كذا. ففي بعض الاشياء ما بتتطلب فلوس بس بدها انه الواحد يكون حقيقة عارف ايش اللي عماله بيعمل فيه. بعض التصنيفات بالانفورميشن سيكيورتي مش رح نتعرض لها كلها، بس بشكل عام في عندنا الاتاكر بيستخدم التول حتى يكتشف الفولنربيليتي ومن خلالها يعمل اكشن حتى يعمل اتاك لاحدى هاي التارجتد، واي واحده منهم ممكن انك تبدي بالسيريز وتكمل فيها. ممكن يعمل اتاك على اكاونت، يحصل على اليوزر نيم باسورد، على الداتا، على البروسيس، على الهاردوير، على الانترنت. والهدف ممكن يكون دينايل اوف سيرفيس او انكريز اكسس، واحد على الاكاونت بده ياخذ مور بريفليج، يعمل اتاك على اللوجين سيرفر حتى ياخذ مور بريفليجز على السيستم اللي عندك. فتس تاكسونومي مش رح نتكلم بالتفصيل عن كل جزء منها، بس الانواع مختلفه من الاكشنز اللي ممكن تتاخذ من ريد لكوبي لستيل لموديفاي لديليت لباي باس لفلود او حتى سكان. دينايل اوف سيرفيس، ايش هو دينايل اوف سيرفيس؟ دينايل نعم شو يعني دينايل؟ دينايل رفض، ديناي معناته يرفض. يعني اذا انت بتقدم وبقول لك دينايد انه طلبك دينايد معناته مرفوض، اكسبتد مقبول. لما دينايل اوف سيرفيس انه السيرفيس انه الشخص اللي بيطلب السيرفيس ترفض له واحده من اثنين، يا اما الهاردوير اللي هو بيطلب منه سيرفر صار له داون، او انه بدل ما تخليه داون ممكن تخليه بيزي فيري بيزي اوفرلود بالضبط، تعمله فلودينج تسوي اوفرلود هذا الجهاز حتى يرد على كل الريكوست لحتى ما يوصلك يمكن بده وقت. فانت بالنسبه لك هاي دينايل اوف سيرفيس، يعني كان يجي يجوب على بعض المواقع يكون مثلا ريكوست مثلا 10000 طلب بالثانيه. صحيح. وهدول it's very يعني حاليا هذا هو التوبيك اللي الكل عمال بتكلم عنه دينايل اوف سيرفيس. ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس طبعا في اكثر من طريقه انك تعمل دينايل اوف سيرفيس، في اكثر من كاونتر ميجر لحتى انك تعالج دينايل اوف سيرفيس. طبعا هذا شيء مهم جدا بالنسبه لنا كتتكلم عن الاي جوفرنس. ليش؟ لا
لأنه أول شيء في الimplementation للإيجوفرمنس إنك تحصل على تراست الناس إنهم يستخدموا الإي سيرفيسز. يعني أنت حالياً كم من واحد فيكم بيستخدم الإي بانكينج تبع البنك العربي أو أي بنك؟ إحنا IT people ومش كلنا بنستخدم الإي بانكينج، فكيف تتوقع من ناس عاديين إنهم يستخدموا إي بانكينج؟ واحد بيستنى المعاش آخر الشهر تقول له إنه حول عن طريق الإي بانكينج من دينار لشيكل، أقول لك إنه إذا في واحد أخذ الأكسس ممكن تروح ما بتحملش الخسارة، أقول لك لا بوقف بالدور ولا إني أستخدم الإي بانكينج. فإنك تحصل على تراست الناس إنهم يستخدموا الإي جوفرمنتس إتس مين إيشيو. بس المشكلة إذا صار أتاك وصار دينايل أوف سيرفيس، واحد إجا بده يحول وما قدرش يحول، كل تراست اللي أنت بتحاول تبنيها إذا تكررت هاي الشغلة. وهذا اللي بحاولوا يعملوه مثلا مع الجزيرة، الجزيرة الرياضية حاليا، الجزيرة الرياضية عملها بتحاول إنها تحصل على البرودكاست لعدة ليجز اللي هي لعدة دول، المباريات لعدة دول. أوكي، فهما كيف بدهم يحاولوا إنهم يظهروا إنه الجزيرة الرياضية غير مستعدة لإنها تقوم بواجبها في حال أنتوا أعطيتوها اللي حقوق البث؟ لما يهاجموها للدوريات الحاليا هي بتبثهم، فايش بده يخلي الدوري الانجليزي يعطيها ايش بده يخلي الاتحاد كرة القدم الانجليزي يعطيها حقوق بث الليج دوري؟ يقول لك انتوا في ناس تارجتنج لكم، في راح يكون عندكم مشاكل، لا خلينا مع الضبط الرياضيه. فيري سمبل، انا بقول لك فيري سمبل. اي انا لو اي واحد فينا عنده ديسيجن ميكنج وبده يكون بهذا الشيء، اول شيء بقول ايش جبرني؟ بالضبط. فهي الفكره من دينايل سيرفيس. تخيل انك انت تبني وبعدين الناس تقول تقدم وزارات. اوكي، مثلا تقدم وزاره الداخليه من ناحيه الجوازات السفر، الناس بتقدم لجوازات سفر، تخيل انه الناس بعد ما يقدموا يصير دينايل سيرفيس، ما يقدروا يعرفوا انه الجواز لهم جهز ولا ما جهز. تخيل الناس بدها تسافر، بتستنى، بدها تشوف نتيجتها، ستاتس. حاليا مثلا بامريكا وبكذا تقدر تقدم ومباشره على الويب سايت بقول لك تسدي جوازك ازرادي، بتروح بتسلمه، بدك نبعته بالبريد ببعث لك اياه بالبريد. لنفرض انه مثلا البريد لسه بده ظروف، لنفرض انك انت بدك تستلمه بس شوف الستاتس. الناس بدها تسافر مش عارفه انه حقيقه جوازها جهزت ولا ما جهزت. This is kind of denial of service. اذا بيعمل اتاك عليه trust of people بالسيستم بتضيع، بتطلع صوره واحد ثاني. هذا انتجريتي. بس انا بقول denial of service انه الشخص مش قادر انه يشوف، انا مسموح لي اشوفه، انا بدي اشوف، بس انت لان او الشخص الاتاكر عامل السيستم بيزي وبيضل يعمل اتاك هذا السيرفر مش فاضي انه يرد عليه، بيضل يعمل داون. طبعا السيرفر بتحمل number of requests per second، بعد ذلك ممكن يصير يعلق هانجينج او ممكن يصير له داون. انه يصير له داون انا ما استفيدش منه، انا اللي جب وانا لازم اخذ. I want to trust the system again، راح احمل حالي واروح. اي هجوم من دائم السيرفس دليل. يعني تخيل كل سنة بس طبعا نتائج التوجيه تكون مستضافة على مواقع الجامعات او مش شركات كبيرة، يدخل كم من الف بنفس الوقت داون مش بس كل باندويث اوكي ليجل باندويث. بس انت طلع تقرا التعريف اللي هو بيمنع السيرفيسز من الوصول او من وصول السيرفيسز للانتندد يوزرز. يعني انا مسموح لي اقرا بسبب انه الاتاكر عمال بيسوي لود مش قادر اقرا، انا مسموح لها. يعني ما في عندي مشكله اني اقرا بس مش قادر اقرا. كلامك صحيح من ناحيه السيناريو. السيناريو انه طبيعي انه صار فلودينج للسيرفر اللي بتعرض نتائج التوجيه، فانا شخص لي حق ومش اتاكر اللي عمل فلودينج، ناس عاديين بس عددهم كبير. هلا هالمشكله بالسيت اب في الادمنستريشن انه ما في مثلا ميرورز، ما في الالوكيشن للسيرفرز، مش موجودين مناطق مختلفه. هاي ستيل ذيس از نوت انفورميشن سيكيورتي سيستم، ذيس از نوت انفورميشن سيكيورتي ايشو. هذا الموضوع انه بالسيت اب انه مثلا مش متوفر انت باندويت، مش متوفر تكنيكي اكثر من انه انفورميشن سيكيورتي. بس حقيقه هو يشبه ما يحدث انفورميشن سيكيورتي بالدينايل اوف سيرفيس اتاك. بس الفرق بينه انه الشخص اللي بعماله بحاول يعمل اتاك هو اللي يجيب البيرسون، انه هو من حقه انه يطلع على المعلومات، لكن عددهم كبير فانت صار السيستم بالنسبه لك بيزي. زي لما يصير مثلا انتخابات مجلس طلبه بالجامعات، فيش التليفونات بطل تشتغل، انه العمال بيتكلم الكل بيتكلم، ما في حدا بده يعمل اتاك، ما في حدا بده يخرب على الاوبريتر، بس الكل بده يتكلم. فهذا غير هذا كيشن.
بالضبط. فهو مش اتاكر اللي عماله بيعمل بهذا الاساس. طبعا الاتاك ممكن يكون على النتورك باندويث او على السيستم ريسورسز او على الابلكيشن على الاوراكل سيرفر مثلا. حتى نفهم الدينايل اوف سيرفيس, وان اسبيكت اوف دينايل اوف سيرفيس, نبدا بموضوع تي سي بي اي بي كونكشن. تي سي بي اي بي از ا كونكشن اورينتد بروتوكول. ايش يعني كونكشن اورينتد؟ معناته قبل ما يبعث الداتا لازم استابليش كونكشن, بعدين سند داتا, بعدين يعمل ترمينيشن للكونكشن. قبل ما تبعث الداتا لازم تعمل استابليشمنت للكونكشن, ذن سند داتا, بعدين تعمل ترمينيشن للكونكشن. استابليشينج للداتا طبعا برضه تي سي بي اي بي از, شو الفرق بينه وبين اليو دي بي كمان؟ ريلايبل, ريلايبل جارانتي ديليفري, بمعنى انه بيستخدم ثري واي هاند شيكينج حتى يتاكد انه المعلومه وصلته في اكنولجمنت. فهلا بالتي سي بي اي بي بالاستابليشين كونكشن بيستخدم ثري واي هاند شيكينج. هلا بالباكيت بالتي سي بي اي بي باكيت في ديفرنت فلاجز بحدد انه هاي الفلاج, هاي الباكيت هي عباره عن استابليشين كونكشن ولا هي عباره عن اكنولجمنت ولا هي عباره عن رد على اكنولجمنت. برضه فيها بهاي طبعا انه ممكن يكون اكثر من تي سي بي اي بي سيشن عمالها تشتغل بنفس الوقت, فبيكون برضو في عندنا سيكوال نمبر اللي بربط الاكنولجمنت بالاستابليشينج الكونكشن. بمعنى الكلاينت بده عماله يتواصل مع السيرفر, حتى الكلاينت يتواصل مع السيرفر اول شيء ببعث له باكيت فيها اولا الفلاج سيت تو سينك تو ستار استابليش كونكشن وذ سيكونس نمبر. الكلاينت السيرفر بيستقبلها, بعد ما يستقبلها بيعمل جنريشن للسينك اكنولجمنت, بده يبعث از ريبلاي ليكمل ثري واي هاند شيكينج, الشيكينج الثانيه سند سينك اكنولجمنت بيكون فيها سيكونس نمبر واي راندوملي جنريتد من الريسيفر, لكن الاكنولجمنت بيكون هو الرقم السيكونس نمبر بلس واحد. هلا بعدين بعد ما يستقبلها الكلاينت الاصلي بيرجع برد سند اكنولجمنت كمان مره, بس بيستخدم الواي اللي انبعثت من السيرفر 1 بت بيعملها انكريمنتد وبيبعثها از باكيت تو السيرفر. إذا تمت هاي البروسيس بنجاح معناته سيشن از استابليشد, إذا ما تمت هاي السيشن بنجاح معناته السيشن وونت استابليش, وبعد ذلك بيتم نقل المعلومات, وطبعا بعدين المرحله النهائيه بيتم التيرمينيشن. واحده من انواع الدينايل اوف سيرفيس اتاك اللي هي سينك اتاك بيستغل هاي ثري واي هاند شيكينج, بمعنى انه بصير عندنا احنا هون, لاحظ عندنا هون الكلاينت هو بده الاكسس للسيرفر, الكلاينت اللي بده يستابليش كونكشن مع السيرفر. هلا ايش بصير اذا واحد الاتاكر حاول يمثل دور الكلاينت في بدايه الطريق ويبعث هو الداتا اللي هو الاتاكر يبعث سينك وذ سيكونس نمبر اكس, بس يغير السورس اي بي ادرس, يعمل له سبوفينج, يعني يبعث ويغير السورس اي بي ادرس. طبعا هذا بيتطلب رو سوكت بروجرامينج انعمل باللينكس, ويغير السورس اي بي ادرس. ايش بيؤدي؟ بعد السيرفر لما يستقبل هاي المعلومه راح يعمل ريبلاي للاكنولجمنت, راح يعمل ريبلاي لهي الاستابليشينج كونكشن صح. هلا لما يعمل ريبلاي بس بده يعمل ريبلاي لمين؟ للاي بي ادرس الموجود ضمن الباكيت اللي اجته من الاتاكر, بس الاتاكر ما استخدم his own IP address, استخدم spoofed IP address للشخص اللي بده يعمل له attacking. فبصير السيرفر يبعث ال acknowledgement sync acknowledgement لل spoofed client. هلا هذا spoofed client ما له علاقة وما خصه بالموضوع, هذا spoofed client ما بدأ ال connection وما بده يفتح connection مع السيرفر. هلا السيرفر عادة, السيرفرز عادة بتكون bandwidth عليهم عالية صح, بتكون ال processing يعني احنا عارفين انه السيرفر بتكون البروسيس عليه عاليه, بتكون الرام عليه عاليه, بتكون البادوث اللي هو كونكتد عليه عاليه, كابابيلتيز له عاليه. فهذا السيرفر بامكانه انه يبعث ريكوست او اكنولجمنت, بضل يبعث اكنولجمنت لهذا الكلاينت اكثر من مره, معنى انه يبعث له اكنولجمنت اكثر من مره, والكلاينت عاده تكون البادوث اللي هو اقل او ممكن تكون الريسورسز عنده اقل, حماله بيعمل دينايل اوف سيرفيس على السموث كلاينت, بمعنى انه سموث كلاينت راح يكون اوفرويلمد مع بهدول الباكيتس هو ما طلبهم. طبعا الكلاينت سبوف دي كلاينت راح يعمل اجنورينج لكل هدول الباكيتس, مش راح يرد على السيرفر لانه هو اصلا ما مش استابليش كونكشن, بيعتبر انها مش له. فكل مره بده يجي تيجي باكيت بده يطلع عليها, بده يشوف انها هيز اون اي بي ادرس. وطبعا اذا بترجعوا بتراجعوا معلوماتكم بالنتوركينج انه ياخذ الباكيت من الفيزيكال لاير
واذا كانت موجوده هي عباره عن وايرلس مثلا اي ام ويف وتمنوا يعملها موديوليشن ديموديوليشن ويحولها وبعدين يطلعها على الداتا لينك لاير بعدين يعمل تيستينج للماك ادريس ويشيل الهيدر والتيل ويعمل السي ار سي تشيك وبعدين يرفعها حتى يشوف انها هي اي بي ادريس وبعدين دير بالك السينك وهدول احنا بنتكلم تي سي بي تي سي بي اي بي اللي موجود اللاير الرابعه فبده يعمل البروسيسنج على مستوى اللاير الاولى والثانيه والثالثه ويعمل تيست على الرابعه حتى يقول انه هذا الباكيت ما بخصنيش فتخيل انه ضل يجي باكيتس بهذا الشكل this will be busy this is very simple scenario denial of service it can be programmed using linux تقدر تعملها ما بدها اي تول بس اللي بدك تقدر انك تعمله انك تقدر تعمل spoofed ip address اذا بتعمل spoofed ip address بتقدر انك تعمل هذا الاتاك انك تنزل لمستوى على اللاير الثالثه وتقدر انك تطلع باكيت من جهازك ما بيحمل الاي بي ادريس تبعك لا establishing connection establishing TCP IP connection كيف تعمل مع سيرفر انا بعرفوش عمل استابليش كيف اطلب ريكوست الكلاينت الاتاكر هذا ما بيعرف السيرفر فوت عليه ويب بيج ويب بيج مسموح انت كاتاك يعني مسموح لك بس شو بتسوي انت بتسوي ريكوست لويب بيج ولا استابليش كونكشن تو تيك ا ويب بيج فور اكزامبل فور مثلا الفكره انك بتسوي روت عميل روت بالضبط بتوه عاملين اكزاكتلي يعني خلي يرد على ناس ثانيين هم مش معنيين TCP IP مش ابلكيشن لاير بروتوكول اي شيء بيشتغل على TCP IP ممكن تستخدمه يعني مثلا HTTP استخدم اي بروتوكول بيشتغل اوفر TCP IP شغله عليه بس بحيث انه لما يوصل اللاير الثالثه خلي هذا الريكوست سبوفد اي بي ادرس والسبوفد اي بي ادرس الاي بي ادرس بتحطه اللي هو بدك تعمل له اتاك بحاول نمبر اوف ويز بده يبعث اكنولجمنت اكثر من مره بده يضل يبعث بيعتبر هو الاكنولجمنت ما وصلت هو ما بيعرفش انه بيعمل اتاك هو بيعتبر انه بعث اكنولجمنت للكلاينت بس ما وصلت فبعد مرور فتره من الزمن ببعث له كمان ها بالضبط ايش كمان بالضبط مش وان تو وان مش كل وان ريكوست بنعملها وان اكنولجمنت فقط بضل يحاول باي ستاندرد ما بعرف باي ستاندرد ما بعرف بس بيرجع بحاول لانه بيعتبر يعني انه بتاكد انه وصلت المعلومه ولا لا لو بس اذا مش حيرجع يحاول احنا هون بنتكلم هذا الاتاك هذا الدينايل اوف سيرفيس اتاك از فور تي سي بي لانه هاي فوق اثناء عمليه الاستابلشنج للكونكشن يوجوالي فيو تايمز اوكي طبعا هاي كونفيجر يعني باي ديفولت ممكن تكون مثلا خمسه تايمز بيناتهم كل واحده مثلا واحد ملي سكند المشكله مش هون المشكله اذا اتاك بعض ثلاثه او اربعه ريكوست سيرفر اربعه شو بصير دول الاكنولوجيز الاخطر من هذه كلها الساعه اذا الاتاكر بعض اثنين سيرفرز او ثلاثه سيرفرز فزي ما بقول بصير بيتقاولوا على هلا احنا هون بنتكلم على الورد بس هون بنتكلم على سيناريو فيري سيمبل كيس يعني هاي بريفنتبل يعني هذه سيرفر يعني ستيل زي ما قلت انت قديش عدد تكرارهم وكل قديش بكررهم يعني مش راح يعمل ريلي دينايل اوف سيرفيس يعمل هذا ريسورسز اوفر ويلم هذول الباكيتس ونعمل انه ريسورسز جوينج داون بس هيك سيناريو هيك بيشتغل دينايل اوف سيرفيس وان مثال واحد عليه اللي هو اثناء استابليشنج اوف كونكشن بي تي سي بي اي بي في اذر تايبس اي سي ام فلود بالسيسكو راوترز في او سيسكو راوترز او اني اذر راوترز اللي allow اي بي دايركت برودكاست او نو اي بي دايركت برودكاست هلا ايش هذا النوع الاتاك انك تعمل باكيت تبعتها من عندك على برودكاست ادرس لسبنت يعني تبعت باكيت من ديفايس لراوتر وهذا الراوتر يعملها برودكاست داخل النتورك اللي عنده لما يعملها برودكاست تتطلب هذول كلياتهم طبعا انت بتستخدم سبوفت اي بي ادرس
تبعت برودكاست باكيت برود الباكيت برودكاست باكيت تبعتها للراوتر with spoofed IP address. هذا الراوتر رح يبعت هاي الباكيت لكل الأجهزة اللي داخل السبنت أو النتورك اللي هو مشبوك عليها. هدول كل الأجهزة رح تستقبل هاي الباكيت وكلهم رح يردوا على spoofed IP address. صحيح. فهي أتاك للباندويث. مش هيك؟ فأنت لازم تمنحها. لازم تعمل no IP direct broadcast على سيسكو راوترز. إذا عملت هيك ممنوع واحد من بر نتورك تبعتك يبعت شيء برودكاست لداخل نتورك تبعتك. لأنه إذا بعت هيك تخيل أنت بوزارة وفي عندكم كلياتكم أجهزة، واحد بعت IP broadcast with spoofed IP address، IP address داخل الوزارة عندك مثلاً، السيرفر موجود داخل الوزارة، تمام؟ وأنا بدي أعمل أتاك على السيرفر. أنا ما بدي. إذا مثلاً أنا بعمل spoofed IP address والسبوفت IP address بيكون للسيرفر اللي عندك اللي داخل الوزارة، ببعت برودكاست مسج للراوتر عندك، الراوتر عندك بخدها وببعتها لكل كل الأجهزة اللي within the same subnet على الليفل الثاني على الداتا لينك ليفل ببعتها. هلأ كل هاي الأجهزة رح تعمل ريسبونس لأنه يعني برودكاست زي بينك بينك، كل الأجهزة بدها ترد عليها. فالكل برد، الكل برد لمين؟ برد للسبوفت IP address اللي هو موجود وين؟ جوا عندك. فكل أجهزة الوزارة بصير كأنها بتعمل بينج على السيرفر تبع الوزارة الداخلي. ليش؟ لأنه جهازك الراوتر سمح لي إني أبعت برودكاست من برا الوزارة للأجهزة الداخل جوا الداخلية بالوزارة. مش الراوتر عملية يعني ممكن يسوي الأتاك نفسه؟ لا مش الراوتر. مرر البرودكاست ريكويست. مررها راحت يعني راحت لكل الكلاينتس اللي عندك بالأدرس تاع السيرفر اللي عندك. فلما الكلاينتس لما ترد على وين ترد؟ على السيرفر. عمليا هو مش باعت، هو يعني اصلا مش باعت ايش السيرفر، يعني بريد من كل الريكوست هاي. فمين اللي بصير عمليا لود داخلي من عندك على السيرفر، بس برضه ستيل هاي حلها نو اي بي دايركت برودكاست. تخليش الراوتر يمرر البرودكاست مسجز من خلاله لجوا. عادة ليش الناس بتخليها؟ لأنه عادة بتحط الدي اتش بي سيرفر خارج الراوتر، هاي مشكلة. إنه دائما هو هلا مشكلة إذا 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 شخص داخلي بده يعمل هذا الأمر، يعني جهاز داخل الوزارة ما بيفصلش شيء وبيفصل النتورك راوتر إنه يمنع وبيقدر يعملها، ما بيلزموش راوتر إنه بيعمل IP broadcast بيبعت ping with spoofed IP address تبع السيرفر لكل الأجهزة وكل الأجهزة بترد على جهاز تاني. بس هذا إذا داخل الفاير وول، لا هذا موضوع تاني، إحنا بنتكلم على خارج الفاير وول. إذا خارج الفاير وول بدك تخلي الفاير وول يمنع إنه برودكاست مسج تيجي من برا لجوا، لأنه ما في داعي، ما في داعي إنها تيجي. نعم. مش باطل إنه إحنا نعمل الأكسس ليست. كيف؟ بحط أنا عندي أكسس ليست على الباندر الراوتر اللي عندي. إنه يمنع إيش؟ يمنع برودكاست؟ ما هي طريقة تانية إنك تقدر أنت تمنع all packets coming all broadcast packets إنها تدخل على النتورك عندك. No IP direct broadcast. It's direct broadcast. يعني واحد يبعت سبنت ويعمل برودكاستنج داخل هاي السبنت على الليفل الثاني. عادة تعمل deny everything وبعدين تعمل accept بالاكسس ليست لبعض الأشياء. لا بس مشكلة إذا بسكر الاي سي ام بي بورت. لأن إذا 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 أنت بدك حقيقة إنك تعمل تشيك، إذا أو مثلا إنه إذا فعلا أنت من خارج الوزارة بدك تعمل بينج أو بدك تعمل ديتكت لأي شيء داخل الوزارة مثلا السيرفر، بدك تفحص إنه شغال مش شغال عن طريق البينج. في بعض التولز بتخدم البينج حتى تفحص إنه السيرفر افيلبل ولا مش افيلبل. فعادة حتى ما يعني هذا مذكور بالليترشر إنه الاي سي ام بي في كثير ناس بيمنعوا. إحنا بالجامعة عندنا ممنوع. إحنا بالجامعة إذا بتعمل تريس راوت، بتعرفوا تريس راوت؟ تريس راوت اللي هو بيفحص السب، تعمل تريس راوت لأي شيء خارج الجامعة بيقول لك إن افيلبل. ليش؟ لأنه كل الريكوست اللي بتجيك از إيكو ريكوست من خارج الجامعة على تريس راوت ما بتدخل عن طريق الفاير وول الموجود على خارج الجامعة حتى يمنع الـ ICMP باكيتس تو ريتيرن. بس هم هون مش معنيين إنه حدا من برا إنه يعمل بينج على جهاز داخلي. كثير من الأجهزة بتشوف عليها بس فور ريبلايز. بعد فور يعني في يونيكس سيستم بتم تسوي ريبلاي، يعني
يعني 250 ريبلاي 260 ريبلاي، بينما بتقدر في البينج انت تحددها بس باربعه ريبلايز. اربعه ريبلايز يوجوالي ما بسووش باندويث على نتورك اوكي فور يعني كدينير اوف سيرفيس. بينما وين المشكله اذا تزاق يعني اذا عندك 100 جهاز في اربعه ريبلايز صح بتزاق هي زاد الباند. فعشان هيك في ناس بيمنعوها وفي ناس بيسمحوها وبيحددوها وفي ناس بيسمحوها بتحديد اكبر ما يكون يعني كمان يقللوا الاشياء زي طبعا في اللي هي ماي سيرفيسز بتيجي بري كونفيجرد يعني على الراوترز على الويندوز اوبريتنج سيستمز على اليونكس اوبريتنج سيستم بتيجي كونفيجرد بهي الاشياء واحنا بنستخدمها. لكن الصحيح كلها بتقدر تلعب فيها وتغير فيها ال 400 تاعها والاكسس ليست المختصه في حلوه على السوفت وير هيك كنت سهل سهله يعني طول يعني اذا مثلا سمبلي اذا بعت مثلا زي ما قلت لك نوع بي او طبعا هلا في شيء بدوره بعدين بس برضه في تكنيك ثاني انه من واجبنا ان كيف نحمي غيرنا بس خليها شوي لما مرحلتها. بس نعم بدك تمنع مثلا هذا ون ون اكزامبل احنا هون يبقى اويرنس وبعض التكنيكس في مور ادفانس اتاكينج تكنيكس وفي سوفت وير بمنحهم بس المقصود انه احنا لازم كيب ابديتد عن ايش اللي بيصير عندنا ولانه الهوبكس ديرب سيرفيس عماله بنحاول ان نتكلم عنه شوي بتفاصيل اكثر. هلا طبعا يو دي بي فلود انذر دينايل اوف سيرفيس اتاك اللي هو طبعا يو دي بي ما فيش استابليش كونكشن ترمينيشن كونكشن اللي هو مباشره يعمل ريكوست للبورت اليو دي بي سيرفيس كيب ريكوستينج ده السبيسيفيك ابلكيشن على نفس البورت بخلي هذا البورت بخلي هذا الجهاز طبعا بده يفحص البورت بده يعمل بروسيسنج على المستوى اللاير الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وما الى ذلك حتى يعمل بكل هاي الامور تاخذ بروسيس فانت بتعمل السيستم داون. الدينايل اوف سيرفيس بشكل عام انك بتطلب خدمه من هذا السيرفر او من هذا الشخص وبتشغله بهاي الخدمه وحقيقه ما بدك هاي الخدمه بس بدك تمنعه انه يقدم خدمه لغيرك. فيا اما عن طريق الاستابليش كونكشن يا اما عن طريق انك تطلب خدمه من اليو دي بي بورت يا اما عن طريق اللي اي اذر تكنيك بيستخدم الدوس اتاك مثلا سينك ممكن في تكنيك سينك كوكيز اللي هي بدل مثلا البفر اوفر فلو وان اوف ذا اتاكس يعني انت يبقى يضل يعمل استابليشنج كونكشن استابليشنج كونكشن استابليشنج كونكشن برضه انت ستيل بضل يخزن الريسيفر كل هدول النمبرز اللي تبعت الموجودات بالريكوست اوف سيشن عنده بالبفر. فاذا بتطلب مور ريكوست بزيد هدول النمبرز داخل هذا البفر بصير بفر اوفر فلو. فوان تكنيك انه بيستخدموا سم كوكيز بحيث انه بدل يخزن هدول النمبرز انه تو جاست اجنور ذم وبحسب عمليه كالكوليشنز ما بدنا ندخل نفقد بتفاصيلها حتى يمنع هذا من الاتاك. بس ستيل بتهزي درو باك انه بتسمح اونلي 8 كونكشنز لانها بتستخدم 3 بتس حتى تعمل مابينج لهدول الارقام مع الارقام اللي خاصه بالاكنولجمنت. انا ما بدي ادخل تكنيكال وما بدي اتكلم فيها تكنيكال اكثر ما بدنا ندخل ايكويشنز بس الممنوع حاب اقوله ان في ديفرنت دينايل اوف سيرفيس اتاكس تتعامل سواء كانت تي سي بي او يو دي بي او اي نوع ثاني من الاتاكس. بس ليست الموضوع مش فيري سيمبل زي ما كنا بنوضح بس بالاستابليش كونكشن. انواع الاتاكس مختلفه وفي امثله وفي وصف لهم ممكن تشوفوا هاي الماتيريال ممكن تطلعوا عليها بالتفصيل. وفي كاونتر ميجرز لكل هاي الانواع الاتاكس احنا كانفورميشن سيكيورتي لازم نبنيها حتى نضمن للناس الانتجريتي نضمن لهم الافيلابيليتي للسيستم صح ولا لا. ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس هون المشكلة انك تستخدم اكتر من شخص يعمل اتاك لشخص واحد. باستونيا نرجع نتكلم عن استونيا كان الموتيفيشن انهم يبنوا كمبيوتر ايمرجنسي ريسبونس تيم انه هذا حسب كلامهم انه كان في ستاتشو موجود على زمن الاتحاد السوفيتي اجت الحكومة او البلدية الجديدة وبدها تحركوا من مكانه فالاشخاص اللي بعدهم منتمين للنظام السابق ثاروا وعملوا فوضى وما الى ذلك. طبعا اتاكرز من
هم بيقولوا انه من الاتحاد السوفيتي ما بده يعمل اتاك مباشره للسيرفيسز اللي بتقدمها الحكومه الاستونيه. ايش عمل؟ عمل زي نوع من انواع الديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاك. بعت زي كايند اوف زومبي، حطوا بدول مختلفه منها افريقيه ومنها باسيا ومنها بالضبط. هدول كلياتهم صاروا يعملوا اتاك عوين على استونيا. هو ما بده يعمل اتاك على استونيا مباشره، هو عمل something وهلا بتكلم عنه more details، بحيث انه يجعل السيرفرز والكلاينتس موجودين بدول مختلفه تطلب سيرفيس من الحكومه الالكترونيه الاستونيه، وادى انه انقطاع عنهم الانترنت لفتره تتجاوز يومين حتى يقدروا. طبعا هم فصلوا الانترنت لانه ما يعني ما قدروا يفصلوا ويحددوا المصدر. اذا بدهم يفصلوه مثلا عن اللي عن مثلا روسيا، بس ستيل الاتاك مش جاي من روسيا، جاي مثلا من حتى من امريكا. ف يعني فصلوا حالهم عن الانترنت، فصلوا حالهم عن العالم الخارجي لفتره طويله حتى يقدروا انهم يحددوا المصدر، وحتى يقدروا انهم يقولوا لهدول الاشخاص اللي هم مش معنيين انهم يعملوا لهم اتاك. يعني لا سيرفر بامريكا ولا بمصر ولا باي مكان هو معني اتاك استونيا، لكن التريجرد باي الاتاكر الموجود بمنطقه A، هدول كل السيرفرز اشتغلوا از اتاكرز على الحكومه الاستونيه. فزي هذا بنسميه دينايل اوف سيرفيس، انه مش شخص ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس، انه مش شخص، مش كلاينت واحد اللي عمل اتاك ولا تو كلاينتس ولا ثري، اتس ديستريبيوتد من اكثر من ريسورسز. وعاده بيستخدموا هاي الريسورسز اللي بيكون عندها هاي باند ويدث، وبتكون عندها اللي هي سيرفرز وذ هاي كومبيوتيشنال باور، تقدر انها تعمل دينايل اوف سيرفيس. بيسيكلي ذس از وات از ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس. الاتاكر ما بيعمل اتاك مباشره على التارجت، الاتاكر بيعمل تريجر لهاندلر زومبي، وهدول بيعملوا تريجر برضو لايجنت زومبي، وكله باستخدام سبوفت اي بي ادريسز عن طريق برامج الاتاكر بحط بدخلهم على الاجهزه هدول. فبصير هذا الجهاز اذا طلعت هيك بصير هذا الجهاز وهذا الجهاز وهذا الجهاز، زي ما تكلمنا عن دينايل اوف سيرفيس، هذا الاتاكر طلب سيرفيس من هذا وذ سبوفت اي بي ادريس حتى يعمل اتاك لهذا، وهذا نفس الشيء طلب من هذا حتى يعمل اتاك لهذا. بس هذا تريجرد باي الاتاكر، فبصير هذا ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس. الهدف من ضعف هذا الشخص، فبتصفي ما عفوا بس بتصفي مش المشكله انه كم من مره بتتكرر، لانه في عدد كبير عماله بيطلب هاي السيرفيس من مناطق مختلفه. ما بتقدر انت تعمل فلتريشن حسب الاي بي ادرس لانه الناس مختلفين، ولا حسب المنطقة الجغرافية لأنه مش مضمون أنهم يكونوا من منطقة جغرافية واحدة، ولا حسب الابليكيشن لأنه برضو مش مضمون أن يكونوا كلياتهم بطلبوا سيرفيس من ذا سيم ابليكيشن. فكيف أنا بدي أمنع هذا السيرفيس؟ لا لهمش علاقة. نقطة ضعف استغلها الأتاكر، أنه قدروا أنه ينزل سوفتوير أو ميلوير على جهاز ويعمل له تريجر لما بدي يعمل أتاك. لا ما بكونش عارف. يعني مثلا زي ما انك يعني الواحد ينزل مثلا سوفت وير على جهازه طبعا مش قادر يشتريه، فنزل له طبعا المفروض انه ما يعمل هيك، ينزل كراك فيرجن، وهذه كراك فيرجن تكون معموله من قبل شخص. هذا الشخص قدم لك الكراك فيرجن وقدم معها كي جنريتر، وهذا الكي جنريتر داخله زومبي هو بيتواصل معاه عشان يعمل تريجر منك عشان تعمل اتاك لواحد ثاني. بقدروش يعملوا انه بس من داخل استونيا خلي حدا يوصل لهي السيرفيس ويحصل من برا؟ لا بس هي الهدف لما ديجيتال هم هدفهم انه اي واحد ثاني يقدر يعمل اكسس، مش قال لك بالبدايه بسشن سيرو، مش قال لك انه حاليا تاخذوا كم من دقيقه حتى يعمل الشكا لاي شخص من خارج او داخل استونيا. نعم في مشكله اذا بس بحصرها باستونيا، انك بدك تسمح لكل العالم انها تستخدمها. تفضل. صحيح. ما بعرف عنه. نعم. فدينايل اوف سيرفيس از فيري دينجرس اتاك، وخصوصا انه ممكن يتم استخدامه. هلا احنا وين ايش لازم نعمل لما يكون في دينايل اوف سيرفيس؟ في اكثر من واحد بيتحمل المسؤوليه. اولا الراوتر الموجود هون اللي سمح لشخص انه يستخدم سبوفت اي بي ادرس ويطلع من عنده، بمعنى انك اذا انت نتورك ادمنستريتور
وانت اللي معرف الراوتر، لازم تمنع شخص with spoofed IP address يطلع. يعني اذا source IP address مش legitimate IP address registered داخل النتورك تبعك، مش لازم تسمح له انه يعمل access لشيء خارجي. فهي spoofed IP address لازم انت تمنعها من البداية. تنين الكاستمرز اللي هون الناس التانين لازم يحموا اجهزتهم بحيث ما يكونوا هم زومبي وما يتم استخدامهم من قبل اشخاص تانين حتى يعملوا اتاك لشخص ثالث. وهذا الشخص طبعا لازم يحاول انه يعمل ريسورسز بحيث يعمل ميرورينج للسايت، يعمل امبلمنتيشن للانفورميشن سيكيورتي تول حتى يمنع الدينايل اوف سيرفيس. فهي على اكثر من مستوى. ويعني مثلا باستونيا كيف حلوها؟ صاروا يتصلوا بالاوبريتورز طبعا مصر بعد ما بعد اول شيء يسكروا حالهم حتى يوقفوا الاتاك، بعدين البي جي سير البي جي بي راوتر الراوتينج بروتوكول والبي جي بي راوترز، بعدين حكوا مع هذول الاشخاص قال لهم احنا متعرض اتاك من قبلكم فامنعوا هذا الاتاك، امنعوا هذا الشخص انه اتاك انه يعمل لنا اتاك او يبعث لنا باكيتس من خلالكم. فكل واحد بيصير يتراك باك حتى يحدد المصدر الاصلي من وين طلعت الباكت الاصليه اللي عملت تريجر لكل هاي تشين اوف اتاكس. بدون هم مش المشكلة عندهم، هم عندهم ريسورسز، هم عندهم ريسورسز، وهي ريسورسز لازم تكون افيلبل، لازم تكون افيلبل لكل الناس. هلا اذا كل الناس بيجوا بده هاي سيرفيس ات ذا سيم تايم بصير مشكلة، زي موضوع مكتب توجيهي او موضوع التلفونات الانتخابات مشكلة. عادة الناس بتطلبهاش بنفس الوقت، فهم مش عاملين ريسورسز افيلبل من ناحيه باندويث من ناحيه سيرفرز ل مثلا 10 مليون او مجموعه كبيره من الناس انها تطلب هاي السيرفيس. فهذا وضع طبيعي صح، بس المشكله انه في شخص يجي يعمل تريجر لابلكيشن موجود عند عدد كبير من الناس انه يطلب هاي السيرفيس بدون ما الناس حقيقه انهم بدهم هاي السيرفيس. هاي المشكله. هلا هم ما بيقدروا انهم يقولوا للناس لا ما بدنا، في تولز يعني ببنوها، بس المشكله الفلتريشن بتكون على اي ليفل. انت ما بتعرف انه هاي حقيقة لجيتمت ولا مش لجيتمت. ممكن استاتستيكلي انك تقول انه انا بدي امنع اكتر من 1000 ريكوست حتى لو كانوا لجيتمت بدي امنعهم لاني ما بقدر اوفر هالسيرفيس. هذا وان سوليوشن، بس السوليوشن الافضل انه الشخص اللي بالجهة المقابلة واللي هو الشخص المفروض بيحترم حاله، يعني البي جي بي بوردر تبع فلسطين، البي جي بي بوردر تبع مصر كذا، لازم يكون يمنع سبوفت اي بي ادرس تطلع من خلاله، وكل ليفل وكل مؤسسة لازم تمنع سبوفت. ومن ناحية قانونية بتتحمل مسؤولية، الإهمال بترتب عليه مسؤولية قانونية، والمفروض إنه هذا يكون درج ضمن القوانين الدولة. يعني إذا أنا يعني مثلاً لما يكون مثلاً دولة تانية أو حتى على مستوى الإي جوفرمنت، يعني تخيل لما أجي أقول لك أنا إنه كل الوزارات بدها تنشبك مع بعض، إذا أنت ما بتحمي السيستم اللي عندك وأنا السيستم اللي عندي أوبن لإلك حتى نقدر إننا نتبادل معلومات، فأنت بتضرني. فلازم يكون في بسي انه كل المؤسسات لازم تعمل مينيموم ليفل اوف سكيورتي بكل المؤسسات اللي عندها. تفضل. صح They are open. يعني بيستخدموا الديجيتال ورد بشكل متقدم كبير، بانك اكاونت اللي ريجستريشن، حتى الشركات بتشتغل بدول تانية اصحابها لهم علاقه باستونيا ممكن يسجلوها باستونيا وتشتغل انترناشونال. ففي هاي سيرفيس ما بيقدروا انهم يسكروا حالهم ويقولوا بس احنا استونيا. اذا عملوا هيك وهم صحيح بيكونوا خدموا حالهم وخدموا مواطنينهم، بس مواطنينهم اللي بيشتغلوا برا بيكونوا ضروهم. واحنا بالنسبه لنا فلسطين طبعا لما نتكلم عن لاجئين ولما نتكلم عن بتعرف الوضع اللي تكلم عنه الدكتور الصبح، فاحنا معنيين ان السيرفيس تكون متوفره لغيرنا وبرا البلد. بعدين خلينا نتكلم داخل الدوله، وبرجع لموضوع الاي جوفرمنت. لما يكون انت كل الوزارات مشبوكين على نتورك وتكون فيزيكالي سيبريتد عن الانترنت، بمعنى انه تكون لما اقول لك انه النتورك از فيزيكالي سيبريتد عن الانترنت، انت بتراست هاي نتورك. يعني I believe it shouldn't، لأنه الهاردوير أي واحد ممكن يفتح ويدخل عليه. بس regardless ممكن إنك تعتبر وترست هاي النتورك. تخيل إن واحدة الوزارة ما عملتش implementation لسecurity
tools او security systems services بحيث تمنع نوع من انواع الاتاكس فتم استغلالها كزوم بحيث تعمل اتاك لوزارات ثانيه ممكن في وزاره ما احكي لك مثلا حتى تاخذ رخصه سواء بدك تجيب مثلا فحص انه انت بلزمكش مثلا نظاره او انه بلزمك نظاره او انك انت عمالك عملت فحص نظر وبتلبس نظاره whatever السبب ممكن الشخص اللي بيعمل على هذا السيرفر او اللي بيشتغل على هاي السيرفس بوزاره الصحه بقول لك يعني شو عرف لو عرفوا عن الشخص هذا بيلبس نظاره او بيلبس نظاره شو المشكله بالموضوع بس لما يكون هذا السيرفر كونكتد مع السيرفرز الثانيين وكل السيرفرز الثانيين تطلب منه هاي الخدمه وذي تراستد هم فهلا هو صفى اهميته زي اهميه اي سيرفر منهم الثانيين لانه ذي ار اون ذا سيم نتورك فلازم يكون الامبلمنتيشن على البوليسي على مستوى الدوله ومش على مستوى المؤسسه حتى تقدر المؤسسات انها تراست ذم سيلفز وهذا مهم جدا بالتبادل البيني ما بين المؤسسات الدوله خلينا الانترنت برضو ما بدك الشخص اللي يدخل على اول شيء وزاره الصحه يقدم بعد ما تيجي يقول لك ياخذ السيكونس نمبر ياخذ مثلا صم ريجستريشن نمبر ويدخله على البورتال تبع وزاره لازم يكون في ممكن مؤسسات رئيسيه معنيه جدا بهذا الموضوع انها تجهز نفسها ثلاثه او اربعه ويعمل بروتوتايب وينجح بعد هذا بيدفع الناس انها تستثمر بهذا المجال ومؤسسات ثانيه تلحق وتسوي تشين كامله بس ما يعني ما بتقدر انه كل مؤسسه لحالها تشتغل بدون ما يتم ربط بينهم بحيث يكون الديجيتال وورلد مهم تعبتوا في نوع صغير من الاتاك طب خلينا نخلص النص السيشن قبل نخلصها بعدين نطلع بريك نرجع نكمل طبعا اهم شيء زي ما قلنا كلوك سورس بوف باكيتس هذا اهم كاونتر ميجر طبعا ريفلكشن ميجر انك تطلب سيرفيس في انواع من السيرفيسز انك انت تطلبها مثلا زي نيابه السيرفر انك تطلب سيرفيس زي اللي هي ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاك انك تطلب سيرفيس بس الريبلاي لها تطلب باكيت حجم كبير يعني انه الاتاكر تريجر زومبيز هاي الزومبي بتعمل ريكوست ريكوست مثلا يكون دي ان اس سيرفرز او سام تايب سيرفرز اللي الريسبونس تبعها بتطلب حجم داتا اكبر من حجم الداتا ريكوست مش يعني باكيت باي باكيت تمام هلا اذا كان سموفت اي بي ادرس هذا لسه امبليفاي دينايل اوف دي دوس لانه مش بس بيرد عليه بحجم كبير بكميه كبيره من داتا كميه كبيره وبحجم كبير كيف بندق بدك تكون انت عارف ايش هاي سيرفيس اللي لما تطلب منها ريكوست بترد عليك بباكيتس حجم كبير زي دي ان اس دومين نيم سيرفر بتطلب اي بي ادرس بيرجع لك الدومين نيم حجم باكيت حجمها اكبر فانت تخيل انك باسم شخص ثاني تطلب دي ان تطلب تعمل انكويري على دي ان اس انتري فهذا دي ان اس بده يرد له الانتري لهذا الشخص وتكون ديستريبيوتد بتحاول تعمل امبليفاينج للي طبعا يوجوال ستدي يعني كنت دراسه من خلال برضه انت لوجين تولز خاصه في هاي السيرفس اللي موجوده على هاي الانواع من السيرفس الخطر الكبير هون انه بيستغلوا ناس بسيطين عندهم اوبن او ويكنسز في السيستمز اللي عندهم انت بالرغم من انك محكمه بتطلب منك ليجل ريكوست وانت بتسوي ليجل ريسبونس لكن مع مجموعهم مع بعض صاروا اتاك يعني مش انهم هاجموا بشكل مباشر هو بخلي ناس عاديين كثار يطلبوا منك شغلات طبيعيه جدا زي كده التوجيه تماما بس التوجيه هي ليجل سيرفيس من كثرها تخيل انت لو انت عندك قدره انك تخلي كل طلاب التوجيه يوصلوا سيرفر الوزاره بذاك اليوم انت تخليهم إجبارا مش هم يطلبوا إذا طلبهم ليجل ولا مش ليجل والريسبونس ليجل ولا مش ليجل طلبك أنت منهم لأنهم سووا هذا الإشي مش ليجل والعملية بحد ذاتها صارت أتاك وأتاك خطيرة جدا لأنه مش سير الكشف لأنه كل واحد مفرده تطلب إشي بسيط وليجل ريسبونس
Your response can be legal request with us. Your response is also legal. So هون في عندي يعني خطورة شديدة جدا في إنك كيف تقدر تكشف هذا الشيء. هون اللوجينج بيلعب دور كبير جدا والمونيتورينج. يعني أقدر أحدد التايمينج مثلا، كلهم بيطلبون في تايم محدد. إذا في تايم محدد مثلا على سبيل المثال كلهم طلبوا نفس الريكوست، معناته واضح إنها جاية مش عشوائية أتاك. بالرغم من إنه يوم إعلان نتائج التوجيهي كلهم برضه كمان بيطلبوا في نفس أنت، بس تخيل إنه مش يوم إعلان التوجيهي كلهم بيطلبوا نتائج التوجيهي. تشعر إن هذا كله مش أتاك. أتاك، هذيك الساعة بدك تاخذ ميجرز مبنية عالية. أوكي هذه يعني هذه طبيعة المشكلة اللي تعاني منها فلسطين. إنه دول الأتاكرز بيستخدموا ليجال بيبول بس عندهم ويكنسز، بحطوا عندهم هاي الزومبيز مثلا بخلوهم يطلبوا ليجال سيرفيس بطريقة عملوا لكم السكسسيف اكزاكتلي وده الثراء العجيب هو الفوليوم اللي قل مش بس الفيلير استخدموا طول زي هيك في تحت الوكالات مش مع عند المنصار كان يسرعوا بناء مع هذا الاساس يشوفوا اكثر بس يعني بس كان تخيل انه انت تسكر على واحد ليجل سويت ان افيلبل سيستم خرجت واحد من السكيورتي ايشوز كمان يشوف بعمل ضغط كمان عندك مصيبه ثانيه انه تسكر على ناس مش عمالهم بيصوتك نهائيا تعمل سيستم ان افيلبل تعمل سيستم ان افيلبل سويت سيستم ان افيلبل كسرت واحد من رجلين مثلا سبوفت صح؟ سبوفت اي حد استاذ يمكن لنا خطيره مش مزحه يعني سبوفت اي حد استاذ يمكن لنا اوكي تقول دور بليز نزلت نزلت الانترنت وهذا الانترنت بحاول يعمل اكس يعمل دي ان اس انكويري عن طريق طب ليش منع الفايرول ممكن ليش منع الدي ان اس انكويري الانتي فايروس انت عامل شيء تعلق بهذا الموضوع الكاسبر نفسه او الانتي فايروس نفسه بنصنف اي هذا اصلا نفطر فعلى طول بكون الدي ان اس كيو بس انت دائما دائما لما تدخل على الانترنت براوزر بطلب منك اكسس او ديناي لا بس لما شغل الابلكيشن هون ما ليش علاقه بالناس وانا راح حتى نفس الشيء مع السمانتك بصير اقول لك شيء ار بي سي سيرفيس او شيء زي داخل من الويب ممكن في عندك مشكله في الابلكيشن نفسه بكون عليه شيء نوع من انواع الفيروسات الداون لوك لا ما لهش علاقه شبكه مسكره حتى ولو يكون البرنامج اللي انت بتنزله في عندك فيروسات زي الدام ضاب بيعمل لك ديبلوي لفيروسات معين زي سلتي زي السلتي او شيء زي هيك فهو في النهايه بيكون دام ضاب فيروسز محطوطه في اي اكس اي فايل فالشخص الشخص الطبيعي اللي اجيب انا بروح بنزل مثلا على سبيل المثال بنزل اوفيس بنزله من الانترنت باجي بعمل له انستول لما باجي بعمل له انستول باجي بصير يعطيني سكيورنج شغلات زي هيك الانتي فايروس فهو نوع من انواع الفيروسات الداون لود بحاول يعمل ديبلوي لشيء معين على الشبكه عندك فالبرامج هذول لما بدك تاخذهم يا بتجيبهم لايسنس او انك ما تستخدمهمش على سيرفر يعني هون الخطر طبعا زي ما حكينا انه دائما بنقول يس او اكسبت هون هذا الخطر هذا ولا هذا ممكن البرنامج يكون عليه تروجن فيروس تروجن فيروس معبى في قلبه فيروس ثاني هو ليجل بروجرام لكن معاه كمان بروجرام ثاني بيسوي رح نحكي عنه بدل برضه كمان اللي هو تروجن فيروسز اوكي بيسوي اتاك بشكل يعني حصان ضربات اوكي يعني هو معبى في شيء شكليا مبين وظاهريا مبين انه ريال ابلكيشن بس فعليا ابلكيشن يعني في قلبه يمكن يكون اتاك او انفورميشن كولكشن ممكن تكون باسف او حتى بس الانتي فايروس بكشفهم بدون بحيث انه بيسوي اكسس بس مش بالاي دي تاعك مش بالايدنتيتي ولا السيرتيفيكت تاعك اوكي اذا سوى اكسس مش بالايدنتيتي او السيرتيفيكت الخاصه فيه هذيك الساعه ممكن انه الانتي فايروس يوقف لك اياه يقول لك انت متاكد انه هذا بده يسوي اكسس باسم مثلا الجهاز اللي عندك وباسم ابلكيشن ثاني طبعا الانتي فايروس هون بده خلص سوى سسبيشس سيتويشن وبدي يتأكد منك انه انت هل زي ما تفضلت انت هل هذا ترستد
سوفت وير جايبه من محل ما فيهوش مشكله ولا منزله من الانترنت ممكن هذا يسوي اللي قال ايش هون يعني اذا انت منزله عشوائيا مش عارف شو يفضل انك تعمله اذا انت جايبه لايسنس الانتي فايروس بيسوي ليرنينج اوكي يعني بيتعلم برضه الانتي فايروس نفسه بيتعلم وبياخذ الاكشن منك على اساس انها اكسبت بالمره الجايه لما هذا نفسه يسوي نفس الحركه بيقبلها بالنيابه عنك اوكي بس اذا كان انت سويت ديناي او اذا انت مش عارف منين جاي او من سورس نوت تراستد سورس الافضل هون يعني انا شخصيا بتبع منهجيتي انه ديناي بديش حتى لو كان في ملا مشكله عندي مرات كثير بنزل الانترنت شغال بدايات تحل لنا مشكله بسوي ديناي بفتش على شيء ثاني هلا اللي بيسال عن الشاب لانه كان في دي ان اس انكويري واحنا بنتكلم عن دي ان اس فقال لك في علاقه بين بعض طبعا ممكن السوفت وير اللي عمل فلترنج للداتا ما قدر انه يصنفها الا كدي ان اس انكويري يعني ممكن السيرفيس اللي بيكون فيها السوفت وير او الفيروس او التروجن هورس موجود على الجهاز هو حقيقه ما بده دي ان اس انكويري بس لما اجى يعملها فلتريشن السوفت وير ليش قال انها دي ان اس انكويري هل هي حقيقه انكويري على دي ان اس سيرفر ولا هي عباره عن اكشن شبهها از دي ان اس انكويري وسسبكتد ات فعلى الغالب هذا اللي بيكون بتكونش حقيقة دي ان اس ليش انا سالته البراوزر عاده بيعملها فلتريشن لانه في دي ان اس انكويري بتطلع من الجهاز طب ليش ما بيعملها فلتريشن عملها فلتريشن لانه هاي از ان اكشن سسبكتد تو بي دي ان اس انكويري طبعا ما بعرف كيف المعرفه ضمن السوفت وير اللي الانتي فايروس طبعا زي ما تكلمنا عن الدي ان اس 1 تايب اوف امبليفاينج ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاك اللي بتطلب منه بتبعث له باكيت حجمها مثلا 60 بايت الريسبونس لها بيكون بحجم كبير لانه هاي هي طبيعه الفانكشناليتي تبعت الدي ان اس سيرفر انه يعطيك دومين نيمز ل سايتس او سيرفرز طبعا 3 لاينز اوف ديفنس نستخدمهم في ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس الاولى الاتاك بريفنشن انك تحاول انك تمنع الاتاك عن طريق انك لن تعمل تمنع السبوفت اي بي ادرس هذا شيء مهم سبوفت اي بي ادرس انه واحد انه يقدر يطلع على الانترنت with اي بي ادرس مش الاي بي ادرس اللي خاص فيه هاي مشكله كبيره وطبعا هاي بتمنع عن طريق البيبل اللي بعطي الانترنت سيرفيس بروفايدرز اللي بعطوا الناس اكسس على الانترنت دائما يعني دائما في راوتر لازم يفحص الاوتبوت ترافيك انها ليجيتيميت ولا مش ليجيتيميت لانه ممكن هاي الاوتبوت ترافيك ما تضرك نفسك بس راح تضر غيرك وإذا في قانون بالبلد بيقول إنك أنت إذا ضريت غيرك تتحاسب فأنتو كنتورك أدمنستريتر لازم تعمل إمبليمنتيشن أوت بترافيك تمنع إنه يعمل تريجر ويستخدم سبوفت آي بي أدرس بالباكتس اللي بتطلع منه طبعاً تعمل بعدين في حال صار دينايل أوف سيرفر بتعمل أداء أتاك ديتكشن أند فلترينج وطبعاً هون التكنيكس بتختلف كيف بدك تعمل ديتكشن للأتاك طبعاً بصير أنا أفيلابيلتي للسيستم ممكن عن طريق ريبورتينج طبعاً اللوجينج شيء مهم جداً حتى تقدر إنك تتعرف كيف صار الأتاك ومتى ومن أي آي بي أدرسز حتى تقدر ترجع للآي إنترنت سيرفيس بروفايدرز اللي أصلاً ينتمي لهم هذا الآي بي أدرس وتتواصل معهم وتقول لهم إنه يعني في عندي في أتاك بتعرض له أنا من قبلكم وهم حتى يعملوا إمبليمنتيشن لسيكوريتي سيرفيسز ما هي هاي مشكلة إذا بدها شهر عشان تعرف الـ IP مين مع إنه من عند الشركة بدها شهر ليه؟ عبد الرب كمان دكتور لا دكتور النيابة بس على ليفل محدد لازم يكون لك الأوثورتي إنك تعمل هيك لازم تكون تراستد إنك تعمل هيك على ليفل معين لازم تكون شخص إنه بيقدر يأخذ الديسيجن وبيقدر يطلع لازم نعم لا بس احنا عمالنا نتكلم عن شيء بدنا نبني احنا بنقولش عن ايش اللي في زمان احنا بنقول ايش اللي لازم يصير اللازم يصير انه ات يعني انك تعمل مثلا انك تعمل ديجيتال وورد وتعمل اي جوفرمنت ويكون ما فيش حدا عنده صلاحيه انه يعرف الاي بي ادرس هذا لاي انترنت سيرفيس بروفايدر 1 دي دوس اتاك تراست الناس بتضيع لانه حتى بتحصل امر النيابه العامه وما الى ذلك بدك تلت اربع ايام او بعرفش كيف بدها تصير الامور وبعدين نعم بعطوش
بس في ترانسبرنسي لازم يكون يعني لازم يكون بيجي بقول لك مش في عندك في الشبكه غير في شغله مهمه جدا هذا الجواب بدك تطلع بده يكون لك القدره انك تت الايزو ستاندرد يا جماعه ولما انتم تحكوا كمان على الليجل فريم ورك لا تنسوا شو في كمان تريننج الليجل فريم ورك نعم مش ضروري كلكم يشارك فيها يمكن ما في يشارك بليز كثيروا هاي الاشياء للناس اللي عمالهم بحطوا الليجل فريم ورك لانه هذه قضيه مش تكنيكال تكنيكال انت يمكن يعني هذا السؤال هل تكنيكال بتعرف ولا بتعرفش تقدر كده اوكي هلا هل مسموح لك ولا مش مسموح لك هاي قضيه عدليه اوكي مش قضيه اي تي فبليز لما يكون بعضكم شارك في الليجل فريمورك وراح نشارك بعضكم في التوتوريال 6 اوكي بليز ديروا هاي النقاط وثيروا انه احنا بدنا في فلسطين يكون عنده القدره اللي يطلع قرارات سريعه حتى انه يعرف وين البروبلمز ومنين اجت البروبلمز وكيف حل البروبلمز وكمان حق اللي هو المستخدم يعرف انه صارت هيك البروبلم ولا ما صارت بعدين حقه يصير تعويض يعني ما هو يمكن بخاف من التعويض على فكره هو يعني عدم النوتيفيكيشن اللي تفضلت فيها هي بخوف من التعويض اصلا مش من انه بده يعطيك ولا بده الشركات بتضرر انا مشيت شخص بعد سجاه والله والله اقول للموظف اللي بده يتابع قالوا لي مسكت الجامعه يجب يعني إذا دخلنا بنرفع كومنتس بهاي الأمور نعمل ريكومنديشنز طبعا ليش لا من كثر المشاكل واجهتنا في المسألة بالذات بتوقع ايش في وزارة ما واجهتهاش مشكلة من كثر المشاكل واجهتنا واخر شيء احنا بنعمل مسؤولية رغم انه في جهة ثانية المفروض تحمل مسؤولية فصرنا ملاح جدا بالنسبة للقانون يعني رفعوها كتوسيع او مرروها من خلال الممثل اللي بده يحط لانه راح يحط قوانين او على الاقل راح يدرسوا كيف تنحط القوانين يعني على الاقل يجب يجب يعني ما بصير انه نطور حقنا احنا كاي تي بيبل انه بدنا كمان الليجل جوفرنس والليجل بيبل والليجل بودي هذا على الاقل يسوي اشياء كمان تتوافق مع حجم التكنيكال بروبلم اللي بنعاني منه يعني ما بتقدر تطور باتجاه وتترك الليجل والاشياء والتشريعات بمستوى ثاني انه بالاخير في شيء بواقف يعني زي مثلا هاي الفلتريشن كيف بدك تعمل فلتريشن اذا معكش الاثوريتي انك تقدر انك تعمل هاي العمليه فبتصفي انك كانك انت يعني ذبحت الناس انك انت دخلتهم على الديجيتال وورلد بس مش قادر تخليهم يتصرفوا حتى يلاقوا يحلوا يعني لازم يكون على مستوى انه الناس تراستد اللي بيشتغلوا بالاي تي بيبل انت تخيل انه مثلا بكره تعطل جهاز وعليه داتا هل مسموح لك انك تصلحه ولا مش مسموح لك انك تصلحه هل مسموح لك انك تطلع هاي الداتا ولا مش مسموح لك تطلع هالداتا اذا بدك امر هو بدك عمل محدد بس بالأخير يجب إنه تكون في بروسيجرز بتعالج هذا الموضوع طبعا هون different tactics أول شيء لازم prevent data تنين تعمل detection and filtration واللي بدك تعمل trace back وحتى تعمل identification لهذا الشخص وinform him إذا كان هو شخص innocent أما إذا كان attacker طبعا في legal procedure وأشياء تشريعات وقوانين المفروض إنك تتبناها حتى تمنع هذا الشخص طبعا انك تعمل ميرورز تعمل بالانس سيرفر فارم او تعمل بالانس للودز او تعمل السيرفر موجودين باكثر من مكان حتى تحاول انك تمنع دينايل او ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاكس في ديفرنت تكنيكس لانك تمنع هذا الاتاك بس ضروري ان نكون مهتمين له وخصوصا اذا بدنا نعمل امبلمنتيشن ل سنترال اي جوفرمنت أو إيجابونس. الأتاك بريفنشن. كمان مرة كله كلام قلناه بس. بلوك سبوف سورس أدرس. ضروري. ريت كنترولين أبستريم. كل الأبستريم الأتاك الأتاكرز اللي بيعملوا دينايل أوف سيرفيس لازم يكون ريت كنترول. إذا بتكون الريت عليهم كنترولد أقل من الريت من الباندويث. للسيرفر اللي عندك او للسيرفيسز اللي بتقدمها ممكن انه ما يصير عندك اتاك على الباندويث بمعنى انه اذا كان نمبر اوف اتاكس بتقدر تتحملهم الباندويث عن طريق انك انت عامل كنترول على الريت اللي بتعمل عليها ابلود على السيرفر اللي عندك كان مره سيرفر وانت مشبوك على الانترنت وعندك 1 جيجا هلا اذا السيرفيسز اللي بتنطلب منك بتكون الريت اقل من هاي الباندويث مجموعها اقل من هاي الباندويث انت تتأكد إنه الباندويث اللي عندك بتقدر تستحمل كل هدول الطلبات، فإنك تعمل كنترول على الريت للأبستريم مش داون أب، لأنه يعني عادة الأبستريم
هو اللي بيعمل الاتاك الدينايل سيرفيس جايك مش الداونلود داونستريم. داونستريم اللي هي الطلبات اللي بتيجي من السيرفر بترجع لهي الاشخاص. عند بدك كنترول الابستريم مش داونستريم. مستحيل مستحيل. يعني 1 برانش عند نص ميجا بس بير سكند على 3 جيجا مستحيل تمنع. بس لما يكون في عندك 10 برانشز كل واحده مثلا نص جيجا اوكي عندك ان توتال 5 جيجا بتصير فور اكزامبل فاكبر من 3 جيجا. فانت اذا بتشارك كل الاوفيسز تقدر تمنع الانتخابات في ذاك اليوم مثلا على سبيل المثال اذا انت معني انك تسوي اتاك على وزاره او شيء معين. فيعني يعني القضيه زي ما تفضل الدكتور محمد انه كثير انت بدك تدير بالك تسوي كنترول لبعض البارامترز اللي هي تيونينج للسيستم بحيث انه تمنع الاتاكرز يستغلوا الفيزيكال او حتى النتوركينج بروبرتيز اللي موجوده عندهم. هذه يعني قضيه مرات الواحد بيجي المفروض ينتبه لها ويدير باله. يعني مثلا الاوثنتيكيشن سيرفر اللي تكلم عنه الدكتور الصبح اللي حتى يعمل اوثنتيكيشن لاي سيرفيس مطلوبه من اي بورتال صح. فهلا لازم الاوثنتيكيشن سيرفر يكون مشبوك على باندويث اعلى من الالاود ابستريم فروم ذا بورتال. البورتال بيشبك على الاوثرايزيشن سيرفر. اذا البورتال بيقدر يبعث داتا اكبر من الداتا بيقدر يستوعبها الاوثنتيكيشن سيرفر ممكن شخص يستغل بورتالز يستغل البورتال بطريقه او باخرى انه يطلب اوثنتيكيشن نمبر اوف اوثنتيكيشنز